مولوديك ايه؟ وديني جيت. مين فيكم بقى عايز يقر ألبومه عليه؟ بصراحة كده نصر أنا اللي طلبته. عيوني ارمي بيدك يا بلح وقول عايز ايه. عايز اخويا. اتفهمني انت ربطه وجره وراك كده ليه؟ عجبني ودخل دماغي خط ربي. ليك حاجة عندي؟ الله قال لك اخويا نصر. تحب اخدك مكانه؟ لو غلط حقك عليا واللي يرضيك اعمله، بس اخويا يمشي معانا. ولو قلت لا هتزعل مني ولا عايزني انا ازعلك؟ ما تنساش تسلمني على امك يا بلحة. تعالى انت هنا. حياة امك ما بتدي ايدك. عايز ايه؟ هقول لك والله انا كنت عايز حضرتك في دقيقه مش هعطلك. يعني انت عايزني اعمل يتيم؟ ده بعد اذن المغامر الصغير. يعني انت هتاخدني وتدخلني دار الايتام؟ ده بعد اذن المغامر الصغير. ساعه زمن، ساعه زمن بس هتخش الدار تعمل انك واحد من الايتام ومخرج اعلانات صاحبي اسمه. عارفه من ايه؟ مالكش فيه. لخص. ماشي، هو سلطان ده بقى هيجي يتبناك من الدار ويعمل لقطه كده عشان يتجوز مراته. خلص الموضوع، هترجع معزز مكرم صاغ سليم. قلت ايه؟ ولو اني مالناش في عمل الخير بس ومال هاخد 200. جاهزين يا مغامر. 200,000 يا خفيف. كام؟ هتقولها تاني هخليهم 300. لا 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 لا، موافق. 200,000 موافق. حاضر. هنمشي دلوقتي ولا فاضلك شويه؟ واحنا المفروض نمشي دلوقتي، بس انا اسف اللي هقوله، يعني انا عارف انه عيب، بس انت مش هينفع تيجي كده. استاذنك نظبط شعرنا. عايز يطول ولا يقصر؟ يطول. احنا بقول الله متحكمين في كل حاجه. دار الايتام هو اسمه كده بس؟ دار الايتام. اسمه دار الايتام بس، زي برنامج البرنامج بتاع باسم يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتم هنا من اجل التبرع للدار؟ ايوه، انا جاي اتبرع بطفل للدار. جاي تبنى طفل من الدار. اصل انا محروم من نعمه الابوبه ونفسي ابقى اب. حضرتك متزوج؟ لا، ارمل. ايوه انا ارمل، مراتي ما بتخلفش للاسف. ارمل مراته متوفيه. هو ارمل مراته متوفيه؟ ايوه. امال ارمله ايه؟ دي اللي مراتها متوفيه. اسكت بقى. حضرتك تقدري تساعدينا ازاي؟ لعله خير. لقد اصبت قرارا. التبني سوف يفتح لك باب الرزق والرحمه والمغفره. ايه؟ طب حضرتك تقدري تساعدينا وتجيبي لنا استمارة التبني؟ حسنا، سوف احضر لكم اوراق التبني. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. هي بتتكلم كده ليه؟ انا عارف يا بهجت، انا ناقص. بقول لك ايه؟ انا هلف لفه بقى كده، انقي عيل يعجبني اتبناه. انت بتقول يا سلطان؟ ايه الغباوه دي يا ابني؟ ما انا متفق مع واد. انا واحد فيهم؟ اهو الواد ده. يا نهار اسود، ده ماسك مطوه يا بهجت. ايوه سلطان طفل وبيلعب. بيلعب بمطوه؟ ما تبقاش ضيق بقى، تعالى يا حبيبي. انت بقى اللي هتبقى ابويا الجديد؟ ايوه يا حبيبي. شكلك هفا. ولا احترم نفسك يا ابني. ابنك في بطنك يا حلو. بقول لك يا بهجت، انا مش هاخد الواد ده، انا هسيبه هنا. اصبر بس. اقسم بالله لو ما خدتنيش لا اقلب لكم مشروعة ايتام، يعني بحور دم. لا 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 يا بهجت، ده مستحيل يا بهجت. يقول لك بحور دم. اسمع، انت لو خدت اي واد تاني ما انت هتلبسه طول عمرك. ده احنا متفقين معاه يا سيدي، هم يومين لو ما ظبطش انا ارجعه مطرح مكانه. خطر يا بهجت. يومين
طب يلا حبيبي. حاسب يا ليلى كده لحسن اخدها منك واحطها في جيبي. تاخدها مني وتحطها في جيبك؟ ايوه احطها في جيبي. يا بهجت خطر يا بهجت. والله العظيم خطر. هم يومين؟ يومين؟ طب تعالى ورايا. انت اللي هتيجي ورايا. يا بهجت. يومين؟ يومين والله. طب عدي. عدي. انت مش هتيجي معانا؟ لا لا انا هخلص الورق.